السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، اليوم سوف أقدم لكم كيفية تحميل لعبة جي تي اي ساندريانس. ستكون رابط الموقع على الديسكريبشن. سوف تكون اللعبة على تحميلها على أربعة روابط. بعد تحميلها ستظهر لكم على هذا الشكل، كما أنا سبق وحملتها. نقوم بالضغط على اكستيريور لفيشي، ونقوم بالضغط على اوكي. ننتظر الوصول إلى 100. لا تنسوا زيارتي على موقعي الفيسبوك فود هاكر هاكر. سأقوم بوضع رابط على الديسكريبشن. عندما وصلت إلى 100 سيظهر لنا هذا الملف جي تي اي سير. سنقوم بوضع هذه على جانب، نضغط هنا مرتين، ندخل هنا على الملف. ستظهر لنا هذه على شكل أيقونة كتب. نضغط هنا وعلى اكستيريور لفيشي نضغط، نقوم بتطلع اوكي. ننتظر بعد الوصول العد إلى 100. سوف أترككم بعد وصوله إلى 100 وأعود لكم. لقد عدت لكم بعد تحميل، بعد نزلت الضغط عن اللعبة، عن اللعبة سيظهر لكم هذا الملف على شكل جي تي اي سير. نضغط مرتين ثم ندخل هنا على ساندريانس. كما ترون يا إخواني الأعزاء، ها قد ظهرت جي تي اي ساندريانس. ما عليكم إلا الضغط هنا مرتين والدخول. أنا لا أريد الدخول، ولهذا إلى اللقاء. أتمنى أن ألقاكم في فيديو أخرى، وإلى اللقاء، ولا تنسوا وضع جانب.